السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أشرح لكم طريقة تثبيت الباجاج بيس ام باتش آخر إصدار ويعمل تماما مع سيفا وفيروكس كات 70. لنبدأ على بركة الله وطريقة العمل به. أولا قبل كل شيء تذهب إلى بارامتر ريزو ثم كونيكسيون انترنت، تأكد من انها ديزاكتيفي. اذا كانت اكتيفي اعمل ديزاكتيفي. الان نذهب الى قائمة الالعاب، نذهب الى انستالي باجاج فيل. بعدما تضع على البي اس ام باتش بعد تحميل اسفل الفيديو، التي تربطها اسفل الفيديو، تضعه في فلاش ديسك او هارد ديسك مفرمط بفاتا 32 وتشبكه جهة اليمين على جهازك البلاي ستيشن 3 وتذهب اليه. امامكم بي اس ام باتش 2015 سات اب باجاج، تضغط على اكس، سيبدأ في التثبيت. بعد التثبيت تجدون بي اس ام باتش 2015 سات اب. الآن بعد تثبيته تذهب إلى الملتي مان، تختار اللعبة التي تريد أن تلعبها أونلاين. مثلا هنا أختار بيسس 2015. شرط اللعبة أن تكون آخر إصدار، لأنه لو دخلت أونلاين ستطلب منك تحميل تطبق وآخر إصدار للعبة كي تلعب اونلاين. اوكي، بعد الاختيار، بعد اختيار اللعبة تذهب الى بي اس ام باتش وتضغط على اكس. ستظهر لك هذه القائمة. الان اضغط على مثلث، ستسمع رنين خفيف، سيعيد شغل بسرعة. الآن ما الذي تفعله؟ تذهب إلى بارامتر دو ريزو، وتشغل النت أكتيفي. الآن تتجه مباشرة إلى البي اس ان. تدخل على البي اس ان الخاص بك، اوكي. نسيت اؤكد لكم ان لأؤكد لكم انني على الاصدار في روكس كات 76 بارامتر سيستم. اوكي، انفورماسيون سيستم كات 76. اوكي، الان بعدما شغلت الان تذهب الى اللعبة. حذاري ان تدخل مجددا الى الملتي مان. شغل اللعبة اولا قبل الضغط على البي اس ان، لا تحاول الدخول مجددا الى الملتي مان. كما تلاحظ اللعبة اخر اصدار داتا باك دوني كاتسيرو.
أعتذر أن الثقيل نوعا ما. أوكي التالي. الآن تذهب إلى للاب أونلاين كما تريد. سأختار لعب مباراة دون التأثير على إكس. تختار الفريق. اوكي انتقل الى الاعدادات. البحث عن الخصم. انت عندي ثقيل. انا واحد ثقيلة جدا. انا اعتذر عن هذا. تم فقد الاتصال. اعتذر عن النت. ويمكنك اللعب بامان دون خوف من الكونسول او الباند مجردا من عندي. وشكرا. في درس اخر ان شاء الله.